السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا هنا من محافظة أبو عريش بالتحديد من قرية المجصص كما تشاهدون، أثار الرحمات الصباحية التي ما شاء الله تبارك الله عمت أجزاء واسعة من منطقة جازان، وهنا أثار هذه السحابة الطيبة والمباركة على امتداد القرى والمحافظات والمراكز في منطقة جازان الآن. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا يا رب. محمل بالخير العظيم واتساع باتجاه الشمال، نسأل الله أن يزيد هذه الخيرات وأن يبارك فيها وأن يطرح فيها البركة وأن يلحق فيها كل خير العباد والبلاد. أخوكم قلب العاصفة سامي ديابي، رح نتجه بإذن الله إلى مواقع أخرى للاستمتاع أكثر وأكثر. طبعا هناك في الأعلى لا تزال ما شاء الله تبارك الله الركاميات تسجل حضور طيب إليها بإذن الله للاستمتاع معا في أجواء المطر. الله تبارك الله الأمطار كانت غزيرة جدا كما نشاهد الطرقات هنا بالتحديد شرق قرية فلس. سبحان الله السحب الممطرة تعود الوقوف في هذه الأثناء بغزارة. غزيرة جدا جدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقفنا ما فيها مجال والله.